يا عمور الله يحن عليك، بتروح لعند الخضري ابو مرزوق بتجيب من عنده جرزة كزبرة وبتقول له ايدها على ابو بدر. شو بتقول له؟ جرزة كزبرة. مالي سمعاني؟ جرزة كزبرة. إيه كمان مالي سمعاني؟ شو معنى يا عمي فكرتيني اطرش مثل ابي؟ جرزة كزبرة. بيته اقبر قلبي، روح بسرعة الباب على النار، روح. انا بعرف حط اكل انا. شو كان صار لو حطت لي السفرة هي؟ ما كان. بدها تروح تبارك للعريس. بدر يا بدر بدر شو عم تعمل هون قدام الباب ولا شو عم تعمل هون قدام الباب؟ شو بدك مني؟ وليش ما بدي راسك لجوات البيت ولا ما لك شايف الباب مفتوح؟ ايه وانت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ وخذ وخذ وينو هالصبي والله طوال لا بينبعد مشوار لا هو ولا ابوه. شو هالصوت اللي بالحارة؟ خير ان شاء الله. ولك انت شو انت هني الشرف ولا عليك؟ ولك هني الشرف اخوي 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 يا يا نبي يا كرب والله لعلمك الادب. انت مالك رجال ولا انت مالك رجال؟ شوي شو مساوي شو عامل؟ هذا الواطي باب بيت جرة مفتوح ومنبئ راسه عم يتوصص على الحريق. العمى مفتاح يا عمى لك كاتب انت باين انه شو بقول انت باع الحريق والامن كله هذا قال يا مدام انا طالع قمي كان بقول طلع خاله. شو قلتوا لا بدر؟ هذا خالي يا تاس ولا خالي؟ لك هذا خالك خالك ولا؟ والله خالي فايز. وش كان خاله؟ ما بيجوز يفوت راسه لجوات البيت. بابت؟ لحماي فايز؟ مين مشعلك لك مش صرف مشعلك ايه؟ ولا بدر؟ علمه تاني مرة لابن حماك لما بيشوف باب بيت مفتوح يرجع يسكره يدق الباب مو يفوت راسه لجوات البيت لأنه تاني مرة بقصل له اياه. فهمت انت وياه؟ مرة تانية بتفوت راسك قبل ما نلح من خلطي بتفوت راسك نلح. اهلين اهلين فايز شرفت اهلين اهلين. حبيبي طلع خاله كأنه طلعنا شوي. شو بيعرفني انا؟ لك يا اخي سلامتك يبعث لي حمى عليك ان شاء الله. يبلي بتكسير ايديه هالمعتز الهي. لك وطي صوتك فوزيه احمدي ربك انه نقطت هيك نقطت هيك؟ شو بدك اكثر من هيك؟ يموتوا يعني؟ لك ما الحق على اخوكي هو تعني الله يصلحه. ليش مفوت الباب بنص راسه؟ كان يدق الباب ويوقف على جنب. هلا صار الحق على اخي يا ابو بدر؟ بعدين باب صار ليش كان مفتوح يا فوزيه؟ ليش كان مفتوح؟ بدر راح يشوف لي كزبرة وانت نايم وانا نسيت رد الباب وراه. نسيت رد الباب وراه؟ لك من كانوا اهلاتك يبعث لك حمى براسك. عدتها لي يا ابو بدر الا صار الحق علي ما هيك؟ ايه معلوم الحق عليكي ولازم الاكله تكون لك وهلا بدي اعمل لك اياها. اسمع اخي اسمع سبعي بده يضربني يا بعدي. اسمعوا يا اهل الحاره من امتى جوزك صاير رجال؟ انا بعرف انا رجال بكل عمري فهمان ولا؟ اسكتوا له؟ ليش عدلوا لأخي ولا أبو بدر؟ أبلا ولا ستي ولا تضربي انت وياه ولا ما معتزت له الأكلة كان لازم أنا أعطره إياها وهون قدام أخته تضرب انت وأختك أعلاك وزوستين بخرج طرقته قتلي لابن حمالي أبو بدر؟ وشو بيعرفني إنه هو ابن حمالي أبو بدر؟ أنا شفت واحد داحش راسه جوات البيت. اسألوا مين انت؟ ما تحملت حالي شوف واحد داحش راسه لجوات البيت عم يتلصص على الحريم عمي واليوم وبكره وبعد بكره اذا بشوفه هو بساته داحش راسه لجوات البيت لاطرقه قتلي حشكو لبك علمه فيها شلون يدق الباب. وكمان بدك تقتله قتله ثانيه يا معتز؟ اي نعم عمي وبدي كسره تكسير. اسمع ابو حاتم معتز عمل اللي لازم ينعمل وهداك بيستاهل. شلون ابو حاتم؟ ابو بشير المفروض اللي بده يجي لبيت الثاني يستأذن ولو كان من اهل البيت مو يدحش راسه دحش. ايه بس الرجال جاي لعند اخته. ما اختلفنا يعني اذا حدا من حريم الحارة عند اخته وقاعدين بالقرعة معلش يشوفون ببشير. يا عيني عليك يا عمي ابو حاتم شو انك اصلي وبتفهم علي تنعت عمي ببشير.
والله كلامك جواهر يا ابو حاتم. ان شاء الله ما صار له شيء. لا عمي لا، شويه خرمشه هيك على خلقته. يعني ما في كسر بايده ولا جرح بوشه ولا بدنه؟ لا ما اذيته، بس المره الجايه ان شاء الله بدي كسره تكسير. لا حول ولا قوه الا بالله. المره الجايه عد العشرة قبل ما تستعمل ايدك. الله يرضى عليك. امرك عمي ابو حاتم. الله لا يخزي حدا. بشير؟ ايه اخي. نعم. انا برايي اللي عمله معتز منيح، شب قبضاي وبغار على ارض اهل عرضهم كانه عرضه. صحيح. وهداك اللي صار فيه بيستاهلوا. ليش؟ لانه قل الادب على الباب. لازم وقف منيح وبادب حتى لو كان بيت اخته. شو يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ليك ليك شو صار في زلمه؟ العمى. شو هذا بحاتي؟ قال ما في شيء. قال العمى قال خرمشه. شو هالخرمشه هي؟ مكسره تكسير. ما عليه شيء، صارت وصارت، خليها تكون عبره لغيره. شو بيصير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح معتز، امك شو طابخه اليوم؟ ما لها طابخه شيء يا اخي. وليش ما لها طابخه شيء؟ اليوم امك ما لها فاضيه. وليش ما لها فاضيه؟ راح تبارك لخالك بعرسه. ايوا مشكله. وين المشكله؟ المشكله انا كمان بعتني سوالي التنتين لعند امه اليوم الصبح. ضني إيه. لا تاكل هم اخي، هلا بروح بقطع لك من عند اللحام ربع راط اللحمه وبساوي لك اياهم على ترخفه بالفرن. منيح منيح. لكن قوم قوام لاني رح اموت من الجوع. يلا. ايه بس ثاني مره لا تبعت نسوانك التنتين اخي لعند اهاليهم. ايه لكن شو ساوي؟ بعت وحده وخلي الثاني عندك بالبيت، بتطبخ لك وبتنفخ لك وبتساوي لك اللي بدك اياه. ايه وشو كمان؟ بكره قبل الظهر بساعه جاي جنازه وحده حرمه وفيها سلاح. حلو، انت بالضبط؟ انا بكره قبل ما تجي بساعه بجي على حارتكم بخبرك على وصول. خلاص تكل على الله. امرك بصير. الله يعني سلاح بقلب التابوت. ولأنه بيت بالحارة بكون فوتوها عليه أبو حاتي؟ والله ما عرفنا لهلا يا أبو قاسم لأنه بيت. أنا بالله على بيت الداية أمزكي. شو؟ أمزكي؟ إيه يا أبو قاسم، أمزكي ما حدا بيشك فيها لأنها حرمة وعايشة لحالها. مين اللي بدي أخبرها أنه جوات السحلية في سلاح؟ أنا. افهمي علي يا امزكي كرمال النبي، رح نقول انه اختك من ابوكي ومتجوزة بدومة وماتت. يوه ماتت بدومة وجاي لعندي لهون على البيت؟ ايه جابولك ياها مشان تشوفيها وتودعيها قبل ما يدفنوها بالتربة. يوه يبعت لي حمى الهي، بس الله يخليك يا ابو شهاب، والله انا مخاف من الميتين. كرمال الله يا امزكي، هلا ما في وقت للاخذ والعطاء، بدك ولا احكي مع غيرك؟ ايه امرك شو بدي اقول؟ يلا خاطري. مع السلامة. يعني شو بدك يكون في بالنعش غير ميتين؟ كشفروا بعيد كشفروا بعيد يا بطيخ. وش يا عبدو؟ شايك نصر شايك لا تعيل. خذ مراسك لجوك. مور على عيلكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بدي أهل الحارة كلهم بكرة يستنفروا بالمصلبة قبل صلاة الظهر. على عيني أخي. وخبر الشيخ عبد العليم بدي اياه يكون حاضر على عين العالم لما بتفوت الجنازة على الحارة. بركي اضطرينا نفوت النعش على الجامع ونصلي عليه. مش يا اخي. سلمون عبدو. ويديك. شو بو عبدو؟ مقروق. مشان ليش لهلا ما جوا؟ قال له يملي هالفكرة من راسه يومين، يلي فينا مكفينا. بكرة بس تهدى الأحوال وتروق أنا من حالي بجوزه. والله عمي هيك خلقي من القعدة بالبيت لحالي. وأنا مثلك يا أمزكي، من يوم تجوز الدلال البيت فضي علي وعم حس بالوحدانية. طيب مو الحق على ابنك معتز؟ يعني لو رضي الجواز كنت هلأ عم تصلي أنت وكنتي؟ الله يهدي الله يهدي. عادي لأعمل لك كسر سفرة. يلا. مسكينة
راح جوزها وعم يضيق خلقها. يلا بكره بتتعود. شعني سعرة بسعري إلى 20 سنة أربع لو ما حكيت. عباس هاي